نشبت نيرانه على الحدود بين طاجكستان وقرقيزستان ما أسفر عن مقتل 24 مواطنا وإصابة 87 آخرين وسط تحرك لمزيد من القوات والمعدات الطاجكية صوب الحدود. فما التفاصيل وما محددات العملية العسكرية على الحدود وما الغاية منها بهذا التوقيت؟ حديث الساعة، مرحبا بكم. بهذا الصدد تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا مرام خمسي. مرام، مرحبا بك في حديث ساعة. بداية، إذا توترات على الحدود بين طاجكستان وقرغيزستان، ما هي أبرز تفاصيل أسباب هذه التوترات وعدم الالتزام بقرار وقف إطلاق النار الصادر عن الرئيسين؟ مرام خضر، بالفعل بدأت الاشتباكات منذ يوم أمس الجمعة، وكانت القوات الطاجكية هي من بدأت بحسب القوات القرقيزية الموجودة على الحدود، وهناك تبادل طبعا بالاتهامات من بدأ بالقصف أولا. لكن وفق الرئيسان، رئيسي البلدين، تحدثا عن وقف وهدنة مؤقتة بين الجانبين مستمرة منذ ظهيرة يوم الجمعة وحتى ساعات الصباح الأولى. وبحسب القوات القرقيزية قالت بأنه تم اختراق هذه الهدنة من قبل القوات الطاجكية الحدودية لبضع دقائق فقط. لكن الاشتباكات يوم أمس بالفعل قد خلفت حوالي 24 مواطنا راحوا ضحايا هذه الاشتباكات، إضافة إلى أكثر من 80 إصابة. لكن بالمقابل، إذا تحدثنا عن هذه الاشتباكات، هي ليست المرة الأولى التي تحدث منذ، بل هي مستمرة منذ عقود، ربما حتى في أيام الاتحاد السوفيتي، لكن كانت خجولة بسبب أن هناك كانت قوة حاكمة، قوة الاتحاد السوفيتي. لكن بعد الانهيار هناك اشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، حتى آخرها كان في حزيران الماضي، وقد بدورها هذه الاشتباكات بسبب الحدود المشتركة تم الاتفاق على نصفها، وهي بشكل كامل 1000 كيلومتر، تم الاتفاق على أكثر من نصفها، وبقي حوالي 30% من هذه الحدود متنازع عليها. بالمقابل، موسكو أيضا دعت إلى وقف إطلاق النار والتهدئة الفورية. ربما موسكو أيضا هي حليفة لكلا البلدين وتملك قواعد عسكرية، يعني في وربما مرام، يعني المنطقة لا تحتمل حربين في آن ما. يعني اليوم موسكو منشغلة بالحرب الأوكرانية، ويعني تخرج حرب أخرى بين قرغيزستان وطاجكستان، من الممكن أن يعني تفاقم الوضع المأساوي في المنطقة. صحيح خضر، حتى إذا تحدثنا عن أذربيجان وأرمينيا أيضا، صحيح، على بالضبط، إقليم أرتساخ ما زالت أيضا النزاعات مستمرة. موسكو لا تتحمل جبهات أخرى، لا تتحمل أن ترسل قوات حفظ السلام الروسية على غرار ما حدث في إقليم أرتساخ، أو كما حدث في أوزبكستان، أو عفوا كازاخستان، عندما قامت الاشتباكات والاحتجاجات في العام الماضي. منظمة معاهدة الأمن الجماعي أرسلت قواتها، لكن اليوم جميع هذه المناطق القريبة من موسكو منشغلة في حماية أمنها، وخاصة في ظروف العمليات العسكرية على أوكرانيا. لذلك من الأفضل أن تقوم التهدئة بحسب خبراء. لا أحد يستطيع إرسال اليوم قوات لحل هذه النزاعات والوضع في حال التصعيد، لن يتم حله إلا فعلا في تدخل مباشر، سواء لقوات حفظ السلام الروسية أو حتى من قبل منظمة معاهدة الأمن الجماعي. مراسلتنا مرام خمسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. كنت معنا مباشرة من موسكو، شكرا جزيلا لك مرام.
من بيروت ينضم إلينا الأستاذ إلياس المرة، الخبير في العلاقات الدولية. أستاذ إلياس مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. يعني طاجكستان، قرغيزستان، وأيضا موسكو، أوكرانيا، أذربيجان، أرمينيا، ما الذي يحدث في هذه المنطقة أستاذ إلياس من وجهة نظركم وبهذا التوقيت بالتحديد؟ طبعا بهذا التوقيت تحديدا، هذه هزات ارتدادية للزلزال الكبير الذي أقامته موسكو، التي فاجأت به دول الغربية والمحور الغربي من خلال العملية العسكرية التي قامت بها على أوكرانيا، الذي كان الهدف الأساسي من هذه العملية هي وقف المخطط، وقف الإمداد للمخططات الغربية وتحديدا لمخطط الناتو، وإقحام أوكرانيا في هذا المحور بشكل معادي لروسيا. اليوم روسيا فاجأت العالم، والغرب هو يقف في حالة يعني مفاجأة وفي حالة عجز بنفس الوقت، لأنه لا يستطيع أن يقوم بالرد على موسكو بنفس الطريقة. نعم أستاذ إلياس، والقيام نعم تفضل. تسمعوني؟ أسمعك أستاذ إلياس بشكل جيد، تفضل. على موسكو في أن يمسكوا بالمثل العملية عسكرية بأكد الدعم البسيط لأوكرانيا، ولكن لا مباشرة هي العسكرية، فهو من خلال خلق الارتدادية، خلال خلق الفوضى في دول الطوق، يعني الطوق المحيط تقل ملت أوروبا الشرق يعني إغماس نوع من الإلهاء بلبلة. طيب أستاذ إلياس، يعني الموضوع الخلافي بين نعم الموضوع الخلافي بين قرغيزستان وطاجكستان على الحدود ربما هو ليس وليد لحظة، لكن هل يمكن اعتبار أن هناك أطراف أخرى مستفيدة من إشعال هذا الفتيل مجددا بهذا التوقيت مع انشغال موسكو في حربها بأوكرانيا أستاذ إلياس؟ العالم في العلاقات الدولية تجد أن هناك نقاط من الخلاف، البعض منا يكون حديث والبعض منا ضالع جذور في التاريخ. الدول المستفيدة والدول التي تحرك السياسة على الساحة الدولية تستطيع أن تستثمر بهذه التناقضات وبهذه الخلافات، سواء كانت حديثة أم ضالعة في التاريخ، من أجل الاستثمار والاستفادة منها في لحظات تاريخية ولحظات سياسية معينة. اليوم إعادة إحياء هذا الخلاف بين طاجكستان وقرغيزستان هو أمر حتما مدفوع، وأمر حتما يعني مخطط ومدبر في توقيت جدا دقيق، في توقيت العالم يغلي العالم على فوهة حرب عالمية، وهي بالحقيقة قائمة. الحرب العالمية قائمة في دولتين، وهي ليست حرب بين دولتين، وخلق هذا النوع من التوترات على في أكثر من ساحة في العالم يؤجل. نعم أستاذ إلياس، أستاذ إلياس هل تسمعني؟ نعم أسمعك. إذا خلق الصراع في خلق بؤر متوترة في أكثر من منطقة بالعالم يعزز هذا الصراع، لأنه الغرب لماذا؟ هناك سبب وجيه. الغرب يرى أنه إذا بقي سياق الأمور يسير على النحو الذي يسير به، الغلبة ستكون للمحور الغربي، الانتصارات العسكرية ستكون لصالح المحور الغربي، والحسم سيكون لصالح المحور الغربي، فلا بد من خلق نمطية، من خلق دينامية جديدة تكسر هذه النمطية، تكسر هذا الستاتيكو الذي يتصاعد فيه الشرق. رويدا بايدن اليوم في طريقتين للمواجهة في العالم، في كل العلوم هناك طريقتان للمواجهة، الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة. هناك عجز غربي كلي لمواجهة روسيا والمحور الشرقي بالطريقة المباشرة، لذلك يجري الاعتماد على الطرق غير المباشرة من خلال الاستثمار والاستفادة من الخلافات الدولية
دولي على الساحة الدولية بين دول معينة من أجل خلق بؤر توتر، من أجل إرباك روسيا في محاولة لإيقاف تقدمها في العملية الغربية، في العملية العسكرية التي تجري في أوكرانيا. نعم. طيب أستاذ إلياس، اليوم ما خيارات موسكو الباحثة عن ربما إعادة أحياء الشرق وتوحيد محور شرقي يكون في مواجهة واشنطن والغرب؟ أستاذ إلياس، اليوم هذه التحركات ربما تؤثر على هذا المشروع بشكل أو بآخر. نعم، روسيا تخطط مرحلة إعادة إحياء الشرق. اليوم الشرق أصبح محور موجود اليوم للعالم، أصبح متعدد الأقطاب، لم يعد هناك أحادية قطبية، وهذه الصفحة طويت إلى الأبد ولا تعود. اليوم روسيا أصبحت في مرحلة تثبيت الدور الشرقي بعد الانتهاء من مرحلة إعادة إحيائه، انتهت من مرحلة إعادة إحيائه، اليوم هي في مرحلة تأكيد وتثبيت وجوده ودوره وفعاليته. ولذلك نرى أن في العقد الماضي كان الغرب دائما كان الشرق دائما في موقع الدفاع، يتلقى الصدمات ويتلقى الهجومات والمبادرة، عنصر المبادرة كان باليد الغربية، هي التي تهجم ومحور الشرق يقوم بالدفاع عن نفسه. اليوم خلال العملية العسكرية في أوكرانيا أتت روسيا لتؤكد أن زمام المبادرة أصبحت في يد محور الشرق، هي التي هجمت على أوكرانيا الغربية، هي التي هجمت على أوكرانيا المتواطئة والمتورطة في المؤامرة الغربية من خلال محاولة الدخول في الناتو ومحاولة زرع أسلحة الناتو على الخاصرة الروسية. أكد الروس أن هم أصحاب المبادرة، هم من يقدمون على بدء العملية العسكرية وإطلاق الرصاصة الأولى. لذلك مرحلة إعادة إحياء الشرق هذه مرحلة طويت، الشرق هو اليوم موجود، هو اليوم شريك في إدارة شؤون العالم، ولكن طبعا ضمن مرحلة توترات، لأن الغرب صحيح. لن يتقبل هذه النقلة النوعية من من مرحلة كونه الشرطي الوحيد الذي يدير العالم إلى مرحلة أن يكون شريك إيجابي وشريك فعلي في إدارة العالم مع المحور الشرطي ذاته. الخبير في العلاقات الدولية الأستاذ إلياس المر، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور محمود حسين عامر، رئيس مركز سعود زايد للدراسات البحثية والسياسية والاستراتيجية في مصر. أستاذ أو دكتور محمود، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. إذا صراع قديم متجدد يكاد لا ينتهي بين طاجكستان وقرغيزستان، لكن سبب إشعال فتيل المواجهة مجددا بهذا التوقيت في أي سياق تضعونه دكتور محمود؟ أشكر برنامجك كريم وقناة اليوم. إذا أردنا نتحدث عن تلك الأزمة، بالفعل هذه الأزمة شكلت صعوبة لهذا الشعب الذي أراد أن لا يكون هناك أزمة حدودية في تلك المنطقة. ودعنا نقول لك أن التدخل الروسي على المنطقة الحدودية أو التدخل الروسي في استحكام السيطرة على تلك المنطقة بشكل كبير لإعادة الاتحاد السوفيتي مرة أخرى لمواجهة الولايات المتحدة والدول التي تعاون الولايات المتحدة، وتفعيل بند وجود قوة الاتحاد السوفيتي في المنطقة بشكل عام ككل، العالم المحيط بروسيا أو مناطق الخاصة التي كانت منذ سابقا من ضمن الاتحاد السوفيتي، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية تم اشتقاق وتم انقضاء الاتحاد السوفيتي، وهذا الذي كانت تحلم به الولايات المتحدة والدول التي كانت تعاونها. ولكن الآن روسيا تشكل فكرة الضغط ويتم تشكيل تلك الأزمة المفتعلة الحدودية على تلك المنطقة لكي يتم السيطرة، ما بعد أن تم سيطرة شبه فعلية على أوكرانيا والضربات الموجعة التي قامت بها روسيا داخل أوكرانيا كما قال ضيفك الكريم في السابق، هي شكلت أساس كبير في وضع فزاعة أمنية في العالم ككل. هذه الفزاعة الأمنية تريد روسيا أن تجعلها اليوم قبل غدا في قلوب الدول المعادية لها، فلذلك قامت بتفعيل أو تم تفعيل تلك الأزمة الحدودية في تلك المنطقة، مما شكلت أزمة اقتصادية وضغط شعبي على هؤلاء المنطقة الأساسي في تحرير
عقول هؤلاء بدل أن يتم الضغط على تلك المنطقة، وبدل أن يتم توحيد فكرة الاتحاد السوفيتي لكي يكون قوة عسكرية أو يكون ضربات موجعة للشق الروسي أو للأزمة التي تقام حاليا في تلك المنطقة، لابد أن يكون لروسيا ثقافة اقتصادية بدل أن يكون هناك ثقافة عسكرية. بمعنى صريح وتوضيحا لمشاهدينك في هذا البرنامج، أن يكون هناك يعني تعاون اقتصادي مع تلك الدول، بل أن يكون هناك صناعات عسكرية شكلتها روسيا وشكلت أزمات داخلية في تلك المنطقة وشكلت أزمات حدودية. هل تملك اليوم موسكو دكتور محمود هل تملك اليوم موسكو هل تملك القدرة على ضبط الإيقاع في هذه المنطقة، ربما منطقة ملتهبة منذ القدم وليس هي وليدة اليوم؟ هل تملك اليوم موسكو القدرة على ضبط الإيقاع وضبط المشهد في هذه الساحة؟ موسكو بقيادة بوتين تريد أن يكون لها زعامة في العالم ككل. موسكو بقيادة بوتين تريد أن تتعاون مع الدول كالصين وغيرها وكوريا إن كانت الشمالية أو الجنوبية لكي يكون هناك قوة عسكرية تستحكم روسيا بقيادة بوتين لتلك العالم، ولكي تشكل ضربات عسكرية موجعة في العالم ككل وبالتحديد في المنطقة الحدودية القريبة من روسيا بسبب الصداع العسكري الذي وضعته الولايات المتحدة من معسكرات أمريكية داخل تلك المنطقة، مما سبب إلى تواجد روسي وقوة روسية في هذه المنطقة إن كان أوكرانيا وإن كان في بعض الدولات الأخرى. المنطق الأساسي العسكري التي شكلته روسيا هو منطق ثابت وصريح باحتلال هذه الدول وبتكوين الاتحاد السوفيتي مرة أخرى كما قلت لك في السابق، حتى يكون هناك قوة عسكرية تستطيع روسيا في خلال تقريبيا سنوات قليلة ما بين 5 سنوات أو 10 سنوات في تشكيل تلك الاتحاد السوفيتي، بعد تفرقة هؤلاء وتجمعهم في كيان وإعطاء الولاية الكاملة بإقرار من كل رئيس لدولة مجاورة لروسيا، أن روسيا تحمل القوة العسكرية للاتحاد السوفيتي مرة جديدة، ثم البدء في عمليات عسكرية ثم التدخل كما ذكر في كتب التاريخ. جميل جدا. لكن اليوم اليوم دكتور محمود صراعا ما بين قطبين يتعاون معه بعد الدول العربية، تمام، يكون قوة عسكرية لتشكيل تلك الحرب وتدمير الفكر العسكري ما بين القوتين. لكن اليوم دكتور محمود يعني موسكو التي أتوقع من برنامجك الكريم أن تكون ما بين هذه السنوات القليلة وليست البعيدة. النقطة الأساسية التحليلية العسكرية أن روسيا تجمع تلك القوات، روسيا تريد أن تشكل ضغط على طيب جميل، لكن نقطة جد مهمة كي لا نتجاوزها دكتور محمود، فقط يعني ولكي إن كنت تسمعني بشكل جيد، رسالة قوية للعالم وبالتحديد للولايات المتحدة ولرئيسها الحالي بأنها متواجدة على الأراضي العسكرية بقوة عسكرية ضاربة قادرة على احتلال العالم ككل. هل تسمعني دكتور محمود بشكل جيد؟ دكتور معك، إذا أردنا نتحدث على فكرة دكتور محمود موسكو أو فكرة الترابط ما تقوم به موسكو وقيادة بوتين داخل المنطقة، دعني أنا أدخل في شق آخر وشق هام لابد أن تتخذه في هذا البرنامج، هي فكرة تسيطر على المناطق العربية من الجانب الاقتصادي. ولا ننكر أن هناك علاقات اقتصادية ما بين الدول العربية وما بين روسيا أرادت أن تكون على الطاولة الحوارية وأراد أن تكون على الطاولة العسكرية حتى أن يكون هناك قوة عربية مشاركة لروسيا أو غير روسيا كالولايات المتحدة في تشكيل ضربة عسكرية في المنطقة ككل. وهنا نقطة أساسية أرادت روسيا أن ترسخها في عقول هؤلاء إن كانوا زعماء العرب أو غير زعماء العرب، بأن روسيا قادمة إلى حرب عالمية، قادمة إلى تشكيل عسكري، قادمة إلى زعزعة الاستقرار في العالم ككل، قادمة إلى سيطرة كبيرة على الأراضي العربية كما
كما الان تقوم بالسيطره على الحدود دي، المناطق الحدوديه في روسيا وفي بعض المناطق العربيه. النقطه الاساسيه هي الفكر العسكري الروسي. جميل. اصبح الان ظاهر في العالم، محمود يعني اصبح يعني الان بتشكيل ازمات هناك داخل نقطه التي يعني ان كنت تسمعني اوكرانيا وغيرها لكي يكون هناك ضربه عسكريه طيب. كبرى على الولايات المتحده. دكتور محمود هل تسمعني بشكل جيد؟ بالفعل دكتور يعني محمود السؤال الاخير لم اسمعك بشكل جيد. طيب يعني اليوم نحن نتحدث عن حضرتك تتحدث طبعا عن ان موسكو يعني تريد قياده المنطقه وربما يعني ايضا قياده المشهد في المنطقه والعالم، لكن موسكو اليوم هل هي قادره على فتح كل هذه الجبهات او اداره كل هذه الجبهات؟ الجبهه الاوكرانيه، الجبهه الاذربيجانيه الارمينيه، الجبهه الطاجيكيه القيزغستانيه، يعني عده جبهات، قادره موسكو على ادارتها جميعا في ان ما؟ بالفعل قادر موسكو على فتح تلك الجبهات بترتيب الادوار العسكريه بالاتفاق الذي تم ما بين موسكو والصين وكوريا. فكره ترتيب الجوانب العسكريه هي فكره ذكيه من الرئيس بوتين بقياده وزاره الدفاع الروسي بترتيب هذه الملفات واولويات الملفات، هو الدخول على اوكرانيا والحصول على المجال الاقتصادي من خلال القوه العسكريه الروسيه. اصبحت الان هناك ايدي روسيه داخل اوكرانيا مسيطرة على زمام ومؤسسات أوكرانيا، ولا ندع للشك بأن هناك حملة إعلامية قوية ضد ما تقوم به موسكو في داخل أوكرانيا لتكوين قوة عسكرية وزمام الأمور داخل أوكرانيا. هذا الشق وهذا الجانب الذي استطاع بوتين أن ينجح فيه بنسبة 80%، والآن هناك صراعات ما بين الولايات المتحدة وروسيا في يعني رفع يد العسكرية الروسية من الأراضي الأوكرانية. النقطة الثانية هو الجانب داخل الأزمة الحدودية التي تشكلها موسكو بالتعاونات أيضا على تفريق السياسات وتفريق المجال الاقتصادي داخل تلك الدويلات المقاربة لروسيا، لأن روسيا أرادت أن ترسل رسالة مهمة وهي رسالة تنفيذ الأمور بشكل كبير ووضع سياسة هي سياسة السيطرة العسكرية. الدكتور محمود حسين عامر رئيس مركز سعود زايد للدراسات البحثية والسياسية والاستراتيجية في مصر، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك. حديث الساعة مستمر مشاهدينا الكرام، وفي ملفنا الثاني 5 عناصر قتلوا في هجوم إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق، هذا ما أكدته وسائل إعلام تابعة للحكومة السورية، بينما تؤكد إسرائيل أن القصف استهدف فصائل إيرانية. فما التفاصيل وإلى أين يتجه المشهد على الأرض وما طبيعة وحقيقة الاستهدافات التي تطال مواقع حيوية في سوريا؟ أسئلة أوجهها للضيوف في هذا الملف، ابقوا معنا. بهذا الخصوص تنضم إلينا من دمشق الكاتبة السياسية الأستاذة ليليان معروف. أستاذة ليليان مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. يعني إسرائيل ما الذي تريده من خلال هذه الاستهدافات المتصاعدة والمتكررة على مواقع حيوية، مطار حلب، مطار دمشق، مواقع أخرى حيوية، في السابق كان ميناء اللاذقية؟ هذه المواقع تقول إسرائيل، بل تؤكد تقارير إسرائيلية بأنها تابعة لفصائل موالية لإيران، ما حقيقة ما يجري على الأرض أستاذة ليليان؟ مرحبا بكم. عندما بدأت إسرائيل التدخل في الحرب السورية واندلاعها منذ بداية 2011 لم يكن هناك فصائل إيرانية أو قوات إيرانية وقوات من حزب الله على الأرض السورية. بدأت التدخل بشكل كافر في 2003
2013 عندما بدأت بعلاج المسلحين، فكانت جبهة إلى جانبهم، هم وقفوا معها واستندوا إليها وأيدوا قوات الاحتلال الإسرائيلي علنا، وقرروا الوقوف معها ضد سوريا، ضد الدولة السورية، وبدأوا بالعلاج ضمن أراضيها في الجولان العربي المحتل، العربي السوري المحتل. وبعدها تلاها دعم إسرائيلي بالمال والسلاح، وعند تطهير الجيش للأراضي السورية وجد أسلحة إسرائيلية الصنع، وهذا موثق، ويوجد هناك راجمات صواريخ ومدافع وإلى آخره من هذه الأسلحة. وعندما بدأ التدخل السافر وبشكل مباشر عند بدأ تحرير الأراضي السورية في 2015-16، بدأ هناك ضرب إسرائيلي. لماذا؟ بسبب تراجع المسلحين. وقبيل الحديث عن الزخم باستهداف مواقع إيرانية ومواقع لحزب الله، هذا تماما ما حدث. وتلاها في الفترة السابقة الاستهداف الإسرائيلي تزامن مع الإعلان عن العملية العسكرية للتركي لتقدمه واحتلاله مزيد من الأراضي السورية في الشمال السوري، هذه العملية التي لم تتم بعد، ولكن تزامن القصف الإسرائيلي والتحول الإسرائيلي من استهدافه للأراضي السورية إلى استهدافه للمطارات المدنية. هل هناك عاقل يعتقد أن هذه إسرائيل، هذه الملاك التي تستهدف قوات إيرانية، إنما كان إذا تبعنا مسار الأحداث أنها تساند المسلحين في الفترة السابقة؟ جميل جدا يعني أستاذة ليليان، لطالما أن لطالما أن يعني دمشق وبحسب متابعين على الأرض وحتى الرواية الرسمية للحكومة السورية تفند كل الادعاءات الإسرائيلية، إذن اليوم مع هذه الاستهدافات الإسرائيلية لمواقع ربما تعتبر شريان الحياة بالنسبة لسوريا كمطارات كموانئ وما إلى ذلك ومراكز أيضا عسكرية، ما خيارات دمشق على الأرض؟ ما خيارات حلفاء دمشق على الأرض أستاذة ليليان؟ خيارات حلفاء دمشق ودمشق الرد من حيث يجب أن يأتي الرد. خيارات إيران هي الرد من خلال الملف النووي الإيراني. خيارات حزب الله الرد من قضية ملف كارش. طيب اليوم حزب الله وحتى إيران، لطالما أن هذه الاستهدافات لا تؤذيهم بشكل مباشر، اليوم نحن نتحدث فقط عن الجانب السوري الروسي، يعني الروسي أيضا له كلمته في إسرائيل، لطالما تدخلت إيران هذا يعني بأن هذه الضربات من الممكن أن تمس وجودها، من الممكن أن تمس مصالحها في سوريا أستاذة ليليان، أليس كذلك؟ سيما وأن إيران ليست بقوة دولية فاعلة في الملف السوري. ليس لأي أحد مصالح في سوريا إلا وجودهم هو كان بطلب من الدولة السورية. عندما تقول لك إسرائيل أنها استهدفت مواقع إيرانية، فتنظر إلى الأرض، من الذي يستشهد، من الذي يقتل؟ هل سمعت أن إيرانيا قتل أو أحدا من حزب الله قتل؟ كل يوم في خلفية الرد الاستهداف الإسرائيلي يكون هناك شهداء سوريين، شهداء عسكريين مدنيين. هل تسمع إيرانيا استشهد؟ فكل هذه الادعاءات باستهدافات لإيران ولمواقع إيرانية كاذبة. المطار، هل المطار إيراني؟ بل هو مطار مدني سوري على خلفيته استشهاد عسكريين سوريين. كل هذه الادعاءات كاذبة، وتحمل في طيادها ضغط على دمشق. قلت لك في الفترة السابقة إن كان طيب ما الذي تريده إسرائيل أستاذة ليليان من خلال هذا الضغط الذي وصفتيه حضرتك؟ ما الذي تريده إسرائيل من الحكومة السورية من خلال هذه الاستهدافات؟ التطبيع في البند العريض، التطبيع. اليوم أي دولة تستهدف غير سوريا؟ من خلال الوجود الإسرائيلي منذ العقود السابقة حتى الآن لم تطبع دمشق مع إسرائيل، وهي على حرب دائمة مع إسرائيل، إن كان في 67 و73 وما قبلها واليوم. الجبهة السورية دائما على حرب مع إسرائيل، مع الكيان المحتل. أي دولة استهدفت غير سوريا؟ اليوم سوريا هي عنوان محور المقاومة، هي أساس المحور الذي تحدثنا عنه، فهي الوحيدة اليوم التي تستهدف لموقفها. نعم،
الأستاذة ليليان معروف الكاتبة السياسية، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من دمشق، شكرا جزيلا لك. من بيروت ينضم إلينا العميد الدكتور الأستاذ محمد عطوي، المحاضر والخبير لدى المحاكم اللبنانية في حقل الاتصالات والمعلوماتية. يعني دكتور مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم سيد محمد. هل اليوم يعني ترون بأن إسرائيل صدقت روايتها على الأراضي السورية لذلك نتابع هذه الاستهدافات المتكررة، أم أن يعني إسرائيل تدعي بوجود إيرانيين على الأرض وربما تريد تحقيق أهداف أخرى كما وصفت الأستاذة ليليان ضيفتي من دمشق بأنها تريد يعني التطبيع معها من قبل الحكومة السورية، لذلك هي تضغط بالورقة العسكرية عبر الاستهدافات المتكررة لبنى تحتية حيوية في سوريا؟ دكتور تحياتي لكم ولمشاهدي قناة اليوم، أهلا بك. لا شك ما تفضلت به ضيفتكم الكريمة هي على حق بما قالته. بداية لتمي اسمح لي بأن أستعرض بعض الأمور. تفضل. القصف المتمادي على سوريا منذ 5 سنوات كان يقدر بحوالي تقريبا من 500 إلى 1000 اعتداء على سوريا. السنة الحالية نلاحظ أن الاعتداءات لا تتجاوز 10 مرات، وخلال هذا الشهر الاعتداءات لم تتعدى 2 بما فيهم الاعتداء بالأمس القريب. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الدفاعات السورية الجوية الأرضية ضد الصواريخ السورية هي أصبحت في حالة متقدمة جدا من حيث المهارة في استخدام الأسلحة الدفاعية الجوية، والسبب الثاني هو في قدرتها على المقاومة والدفاع عن المراكز السورية الدفاعية لا شك. أما فيما يختص بالعدو الإسرائيلي وحجته بأن هناك إيرانيين في على الأراضي السورية، فهذا كلام طبعا غير صحيح، وهذا كذب تدعيه العدو الإسرائيلي، بدليل أن هناك في خبرات ومستشارين وتبادل عسكري وتبادل معلومات ما بين سوريا وإيران، وهذا شيء طبيعي، كما أن هناك تبادل ثقافي واجتماعي واقتصادي ما بين سوريا وما بين إيران. طيب ربما هذا ما تراه إسرائيل بأنه يهدد أمنها القومي، لذلك هي تستهدف أي مواقع ترى فيها بأن من الممكن أن تستفاد منها إيران في نقل ما تحدثت عن حضرتك، يعني تبادل سواء عسكري أو سياسي أو حتى تبادل ثقافي واجتماعي دكتور. نعم، يعني للتوضيح أن اليوم هناك محور قوي هو محور المقاومة الذي يشمل أكثر من دولة، وهذه الدول أصبح لديها قدرة قتالية وقدرة واستراتيجية عسكرية دفاعية مميزة تختلف عن باقي الدول العربية، بمعنى أن هناك محور مقاومة يمتد من إيران إلى العراق إلى إيران إلى اليمن إلى فلسطين إلى لبنان إلى سوريا، وهذا المحور بما أن سوريا هي القائد لهذا المحور بسبب وجودها على الخط الدفاع على مواجهة العدو الإسرائيلي، لا شك أن سوريا ستتلقى الضربات العديدة من العدو الإسرائيلي. طيب اليوم على ماذا ترتكز إسرائيل يعني دكتور محمد، على ماذا ترتكز إسرائيل في استهداف هذه المواقع؟ يعني ربما ظهرت بعض التقارير بأن الحكومة السورية تعتقل بعضا من ضباطها بعضا من عناصرها المتواجدين خصوصا في حلب دكتور محمد بعد على خلفية الاستهداف الإسرائيلي. يعني اليوم إسرائيل أيضا ترتكز على قاعدة لها داخل الأراضي السورية، ربما تزودها بمعلومات تزودها بمعطيات، لذلك هي تقوم باستهداف أي تحرك على الأرض سواء من الحكومة السورية أو من حلفائها الإيرانيين. دكتور إسرائيل تريد عادة من ضرباتها المتعددة تريد أن تكتشف مدى قدرة الجيش السوري
ومدى قدرة الدفاعات الأخرى من حتى إيرانية وحتى من قدرات عسكرية لحزب الله لتكتشف ماذا هذه القدرات. ومما لا شك فيه يعني أريد أن أوضح نقطتين، إن جميع الاعتداءات التي تحصل على سوريا هي تأتي إما من مرتفعات الجولان وإما من البحر الأبيض المتوسط وبالأخص من غرب مدينة طرابلس. وبالتالي يعني ما أريد أن أؤكد عليه أن على قوات الدفاع الجوية السورية أن تحصن شبكاتها من رادارات ومن دفاعات جوية. وأنا ما أريد أن أقوله أيضا أن تعمل سوريا على إيجاد وحدة دفاعية استراتيجية مشتركة بين لبنان وبين سوريا والاستفادة من جبل الباروق الذي يعتبر كموقع استراتيجي هام يستطيع أن يكتشف جميع الطائرات التي تأتي إن كان باتجاه مرتفعات جولان أو باتجاه البحر المتوسط للاستفادة من الوقت بهدف تدمير هذه الطائرات والاستفادة من هذا الموقع الاستراتيجي الهام. ما أقترحه بالضبط هو العمل مع الحكومة اللبنانية، ونحن نعرف جيدا مدى التعاون مع الحكومة السورية والقيادة السورية مع الحكومة اللبنانية. ونحن نعرف جيدا ما تقدمه سوريا للمقاومة وما تقدمه سوريا لمحور المقاومة. لأن سوريا تعتبر هي الخط الدفاع الأول في سبيل تحرير فلسطين. العميد الدكتور الأستاذ محمد أو الدكتور محمد عطوي، المحاضر والخبير لدى المحاكم اللبنانية في حقل الاتصالات والمعلوماتية، أنا أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات. كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. من رام الله ينضم إلينا الباحث والمختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ جمعة أتيه. أستاذ جمعة مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. إذا إسرائيل تستهدف الأراضي السورية، تستهدف مواقع حيوية تابعة للحكومة السورية على رأسها المطارات والموانئ. أستاذ جمعة، هو استهداف ليس الأول من نوعه، الذريعة الإسرائيلية لم تتغير، هو استهداف الوجود الإيراني داخل الأراضي السورية. ما مدى دقة هذه المعلومات التي تؤكدها إسرائيل بعيد كل استهداف للأراضي السورية أستاذ جمعة، في حين تنفي الحكومة السورية جملة وتفصيلا هذه الادعاءات؟ أولا مرحبا بك وبك. دائما ومنذ سنوات ربما عشرات السنين مثلا سوريا كموقع جغرافي وكنظام وكشعب سوري وكموقف عربي مثلت في خط الدفاع الأول ضد العدو الصهيوني وضد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وخاصة في 15 سنة الأخيرة عندما حدث الربيع العربي وراهنوا على أن يسقط هذا النظام وأن تتمزق سوريا وأن تتوزع بين القبائل العربية الأخرى، أو يعني المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة تكون له الصبغة والختم الأخير. ولكن لم يسقط النظام السوري وظلت سوريا موحدة شعبا وموقف سياسي وأرضا لم تمزق. هناك محور مقاومة حقيقة يتمثل في إيران وسوريا وحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي وأيضا العراق واليمن وغيرها من الدول التي يعني تنظر لهم والكيان العبري أنهم يشكلون خطر، وبالذات لأنها على خط التماس جغرافيا مع العدو. مثلت خط إمداد المقاومة في لبنان في 2006. الوجود الإيراني ليس عبثا موجود في سوريا، إنما يوجد عسكريا، وجود عسكري، وجود سياسي، وجود داعم لسوريا كموقف ضد العدو الصهيوني. وبالتالي المخابرات الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية والكيان العبري بشكل عام يتعامل مع سوريا أنها تمثل خطر على لأن حاضنة للمقاومة وحاضنة لحزب الله ومثلت خط إمداد للسلاح ولدعم المقاومة في لبنان. وبالتالي تؤمن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بالضربة الاستباقية، دائما يشعرون الشعب السوري
والنظام السوري والمحور أنكم مستهدفون وأنكم مراقبون وأنكم مخترقون دائما، وبالتالي هذه سياسة مبرمجة. ليس الضربة هذه هي الضربة الأولى من نوعها، إنما مئات الضربات كما ادعى نتنياهو في 2015 كدعاية انتخابية، قال ل 2018 قال نحن في هذا العام ضربنا سوريا 200 ضربة عسكرية. بالتالي هم يستهدفون سوريا كأرض كخط كمحور. ليس أستاذ جمعة، هل تملك اليوم سوريا أو الحكومة السورية هل تملك أي خيارات لتخفيف أو إيقاف أصلاً إيقاف وردع هذه الاستهدافات، أم أن الأمور ربما هي خارج استطاعتها أستاذ جمعة؟ أعتقد على سوريا لأنها ضربت كثيراً، على سوريا أن يكون هناك خيار، على الأقل أن يتم التصدي لهذه الضربات أو الرد في بعض الحالات، ربما لأن هناك ضربات ربما لم تؤثر، ولكن هي خطة استراتيجية من قبل الاحتلال من أجل يعني إشعار هذا النظام أو هذا الشعب أو ذاك المحور أنهم مستهدفون دائما، وأننا نتفوق عليكم عسكريا، وخوف من التقدم أو استهداف الوجود الإيراني في سوريا. لذلك على سوريا كنظام وكمؤسسة أمنية وكجيش التصدي لهذه الهجمات على الأقل، لأن هناك كثير يعني أنا أراقب وأسمع من المحللين والأنصار الذين يعني يناصرون ويشجعون الجيش السوري والشعب السوري ويريدون للشعب السوري، وهم يعني من المحور يريدون أن يكون هناك رد حقيقة من النظام السوري على الأقل لكي يعني تردع هؤلاء، نعم. أو لكي تبين لهم أننا نستطيع أيضا الرد. لا يكفي نعم. يعني الصبر والجلد. أنا أدرك أن هناك محور وهناك خطط استراتيجية ربما تتعاطى معها، ولكن يجب أن يكون هناك ردا على هذا العدو. الأستاذ جمعة التايه الباحث والمختص بالشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من رام الله، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حديثنا لهذه الساعة، أما لمواضيع أوسع فيمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني اليوم tv.net. دمتم بخير وإلى اللقاء.